احتفاء واستذكارا بمواقف الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد، أطلق مجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين لقب أمير الشعر العراقي المعاصر على الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، وذلك تثمينا لمواقفه الملتزمة والثابتة والصحيحة تجاه العراق بلدا وشعبا، وتسخير كلماته وقافيته في سبيلها. وفي محاضرة استثنائية بعنوان عبد الرزاق عبد الواحد شاعر الموقف، قدم الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة استعراضا ونبذة عن حياة الشاعر وشعره، متمنيا لو كان موجودا في أجواء الثورة العراقية وبين شبابها. سنكتشف أن أبرز صفة لاحظها عنده النقاد هي قوة الشعر وفصاحة الشعر والتعابير البلاغية التي يقول عنها أحدهم سيأتي ذكره بعد قليل أنها غير مقصودة وإنما تأتي هكذا عفوا، ومن هنا لقب أو كما أظن لقب بالمتنبي الأخير لتشابه شعره مع شعر المتنبي. وسلط الدكتور مثنى الضاري الضوء على أهمية ودلائل قصائد الشاعر، مبينا أن شعره اتسم بالقوة والبلاغة والوضوح والصورة العميقة والنفس الإيماني. نحتاج الآن شعر الموقف، نحتاج موقف الشعر أيضا. الشعر الآن له دور كبير وأثر كبير في دفع معركتنا، في دعم ثوارنا في ساحة التحرير وفي كل مدن العراق. رواد مجلس الخميس الثقافي اتفقوا وبالإجماع على إطلاق تسمية أمير الشعر العراقي المعاصر للشاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد، وإهدائه عباءة الشعر وبردته، وتسلمها عنه الشاعر مكي النزال، تثمينا لدوره الكبير تجاه بلده العراق وإيمانه العميق بقضاياه المصيرية ومنهجيته الثورية لتحريره من المحتلين والعملاء. أن هذه مفاجأة سارة وكبيرة ولحظة سأوثقها لما تبقى من عمري ولمن يخلفني من أهلي وأصدقائي وقرائي. أنا أشكرك دكتور مثنى، أشكر الحضور على هذا التكريم، لأن عبد الرزاق عبد الواحد كان أخا وصديقا وشاعرا، وقلت قائدا وسألتموني ماذا تعني اليوم قلتموها، كان أميرا بالشعر العراقي بشعره وبموقفه.